حياكم الله مشاهدينا في حوار مسائي جديد يجمعنا وإياكم، واليوم نتحدث عن الإعلام ودوره في سير الديمقراطية بشكل صحيح. طبعا فالإعلام يلعب دور استراتيجي ودور الرقيب في السياقات الانتخابية، وذلك من خلال التمحيص والمناقشة والتوعية بدور الثقافة البرلمانية. هذا أيضا برسالة إعلامية تتسم بالحيادية والموضوعية، وتعرف الناخبين بدورهم وتوضح مدى المسؤولية التي تقع على عاتقهم في سير العملية الانتخابية. في هذا السياق يسرنا أن يكون معنا اليوم على الهاتف الدكتور علي الشعيبي الخبير والمفكر الإعلامي الإماراتي، والدكتور أيضا حسن قايد الصبيحي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات. نرحب بك أولا دكتور علي. يا حياكم الله ومساكم الله بالخير وعساكم على القوة. الله يسلمك يا رب. إذا دكتور نحن لدينا تقرير، سنأخذ التقرير، تبقى معنا إن شاء الله ونعود إلى الأسئلة. عفوا إذا إلى تقرير مشاهدينا. فصل جديد تشهده العملية الديمقراطية في دولة الإمارات مع انتهاء عملية الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وصدور قرار اللجنة الوطنية للانتخابات وصعود من تنطبق عليه الشروط لواجهة هذه العملية، حيث بلغ عدد المرشحين 347 مرشحا ومرشحة. وفي ظل التداعيات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع، فلا بد من وجود إعلام يؤسس لوعي وحس وطني قادر على التنشئة السياسية التي تتماهى مع الخطاب الوطني، وعلى وسائل الإعلام المختلفة الاطلاع بمسؤولياتها في توعية أعضاء الهيئات الانتخابية بأهمية ومكانة المجلس الوطني الاتحادي في النظام السياسي للدولة وطبيعة دوره ومهامه الدستورية المختلفة، سواء في وقت إجراء الانتخابات وغيرها. الإعلام البرلماني صار ضرورياً في ظل ما تشهده دولة الإمارات من نقلة ديمقراطية تؤسس لمرحلة التمكين السياسي، ولا بد من دراسة وتعليم أصول الحياة النيابية في الدولة من خلال التركيز على التعريف بالمجلس الوطني الاتحادي وبيان دوره وإيضاح مراحل تطوره، وتخريج إعلاميين جدد مختصين بالإعلام البرلماني، ليكون الإعلام مكملا للحياة السياسية بشكل صحيح. دكتور علي، يا حياك الله، تفضل. حي بك حي دكتور. يرى المراقبون أن انتخابات المجلس الوطني الإماراتي تسير بشكل راقي غير مسبق في المنطقة، ما هو دور الثقافة البرلمانية في سير هذه الانتخابات بهذه الصورة المشرفة اللي نشوفها اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نقول أن التجربة البرلمانية في الإمارات حقيقة هي تجربة راسخة، وقد كان المجلس الوطني الاتحادي أدوار كبيرة جدا في تحقيق الكثير من أمل وطموحات شعب الإمارات، ولكن المشاركة الانتخابية في هذه العملية أصبحت نوع من الطابع المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلعب في هذه التجربة الإعلام دورا حقيقيا لإيصال رسالة الناخب ورسالة المواطن ورسالة المنتخب لما فيه الخير لهذا الوطن. لهذا نحن حريصون جدا على تشكيل ملامح خطاب إعلامي يكون قادر على أن يقول للناس الحقيقة. نحن لا نريد إعلاما يقدم الناس بشكل لنقل مزيف، لكن بشكل حقيقي ينشر ثقافة كما سميتموه أنتم في التقرير الثقافة البرلمانية. لهذا توسيع هذه المظلة قد يقود إلى مشاركة فاعلة ومؤثرة من قبل كل قطاعات المجتمع. نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي مختلف، خطاب يقول الحقيقة، خطاب يوصل للناس أهمية هذه البرامج الانتخابية وقدرة الناخبين على تحقيق طموحات شعب الإمارات. طبعا دكتور علي، هذا دائما الإمارات الحمد لله سبقة في هذه الأمور، وهذا ما نسعى له جميعا أن نرتقي بالإعلام الإماراتي إلى هذه الصورة. دكتور نعم. الكريم، أيضا كيف ترى الحملات الانتخابية والأطر التنظيمية لها والسياق الإعلامي، مثل عندنا اللافتات والمعلقات، أيضا إعلانات الصحف ووسائل الاتصال الجماهيري لهذه الحملات؟
لا شك ان اللجنه المنظمه للعمليه الانتخابيه والمنظمه لسير العمليه الانتخابات بذلت جهودا كبيره لوضع الاطر التشريعيه والاطر القانونيه والاطر المنظمه لما يقال ولما ينشر ولما يذاع. ولهذا يعني البر على المستوى الاعلامي يفعل قبعه عاليا للجنه المنظمه لهذه العمليه. لقد اعطيت لكل الناخبين الفرص المتكافئه في استخدام كافه وسائل الاعلام سواء كانت المقروءه او المسموعه او المرئيه، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي باشكالها المختلفه من اجل تقديم رؤيه معينه عن البرنامج الانتخابي بعيدا عن التهويل، بعيدا عن لنقل طرح الورود الكاذبه. نعم. لهذا يرى المرء ان هذا الخطاب الاعلامي هو خطاب منظم، خطاب يخضع للكثير من المعايير الاساسيه التي تقدم رؤية مختلفة جدا لهذه المشاركة. فيما يذهب العملية الانتخابية إلى خطوات مقبلة إن شاء الله في المستقبل لموضوع المشاركة الكاملة، نحن الآن كما قلنا ننتقل بالخطاب الإعلامي البرلماني من طوره الجنيني إلى طوره الكبير القادر على إيصال هذه الرسالة بشكل واضح ومؤثر. جميل. دكتور بعد لو بتخبرنا شو دور الإعلام في تثقيف الناخبين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية؟ نحن الآن نشهد فعلا نقلة نوعية على مستوى المظلة الثقافية، المظلة التنويرية، المظلة القادرة على أن تقول للمواطن العادي ما هو دوره وما هي حقوقه وما هي واجباته، وأيضا تقول للناخب لمن يقدم نفسه كمرشح عن هذا الوطن، عن أبناء الوطن، ما هي أيضا الوعود التي يمكن يقدمها. لقد ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتيرة هذه المظلة الثقافية الإعلامية التنويرية لتقول الناخب أن الوعود الكاذبة ربما تكون كارثية، لتقول للمنتخب أيضا كيفية ممارسة حقه الديمقراطي في ترشيح من يراه يحمل لنقل ميزان الكفاءة ويحمل معايير الكفاءة التي تساعد على تحقيق طموحاته كمواطن، وأيضا تقديم هذه الرؤى للحكومة. حقيقة هنا جانب مشرق آخر أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء والهيئات المختلفة تتقبل ما يطرح في الوجه الوطني، وتتقبل أن يكون هذا الناخب في قمة البرلمان أو المنتخب في قمة البرلمان يخلع للمساءلة الدائمة من قبل وسائل الإعلام ومن قبل أيضا المحلل الإعلامي. هنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنا باعتقادي يجب أن لا نبالغ كثيرا جدا في قضية طرح الوعود الانتخابية، يجب طبعاً أن تكون وسائل الإعلام واضحة تماما في تقديم المرشح للناس، لأن الاختيار سوف يكون مبنيا على مبدأ الكفاءة، مبدأ القدرة على تحقيق طموحات الإنسان الإماراتي. نعم. إذا دكتور علي شعيبي الخبير والمفكر الإعلامي الإماراتي، شكرا لك. شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله، وموفقين في التجربة بأكملها إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك سيدي. شكرا لك. إذن أيضا نرحب في الدكتور. نرحب بالدكتور حسن، دكتور حسين قايد صبيحي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات، يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا، حياك الله. يا مرحبا، حي بك. حي يا دكتور، مساك الله بالنور. مساك الله بالخير. يا هلا يا هلا. دكتور، إلى أي مدى يلعب الإعلام دور في تمكين المشاركة العامة الكاملة في الانتخابات؟ والله تعرفي يعني من سوء من حسن الطالع. نعم. إننا يعني يمكن 60% من رسالة الدكتورة مالي عن اللي هو الإعلام والسياسة في زمن الانتخابات. نعم. وبطبيعة الحال معظم الأبحاث على فكرة اللي هي إيش في مجال الرأي العام وفي مجال تأثير الإعلام على الجماهير. نعم. هو دائما تتم هذه الأبحاث أثناء الانتخابات. والحقيقة أنه التجربة عندنا نحن في دولة الإمارات تجربة غنية جدا، وأعتقد أنه الناس اللي هم مهتمين بالبحث العلمي فيما يتعلق اللي هو الإعلام السياسي هذه هي أيامهم، وهذه هي الفرصة أن احنا كمان نعطي تجربتنا أبعاد ثقافية فكرية وإعلامية بطبيعة الحال. طبعا أنا أعتقد أنه العمل في هذا المجال لابد أن يعطى أهمية كبيرة جدا. نعم. والسبب أن الإعلام عندنا نحن والحمد لله ممكن يكون إعلام محايد إلى درجة كبيرة، لأنه ما في عندنا نحن مثلا إيش إعلام حزبي. صحيح. ولا إعلام فئوي ولا إعلام يعني تمتلكه مثلا بعض اللي هي التيارات ذات المصالح السياسية. هنا الإعلام عندنا إعلام يفترض أن يكون محايد 100% ويعطي كمان لكل عضو حقه، يسموه هذا إيش بالتعريفات الإعلامية الفيرنس، يعني اللي هو طبعاً العدل في العرض، يعني العدل في التغطيات يعني.
يعني واعتقد انه انا من متابعتي للتغطيات اللي الان تقوم بها وسائل الاعلام، الحقيقه انها تتوفر فيها حقيقه هذا اللي هي الفيرنس او العداله في ايش، في منح الفرص. ولكن طبعا ينقصنا اشياء اخرى كثيره جدا، هي مساله اللي هي ايش، القدره على احتواء التجربه هذه واعطائها ابعادها الحقيقيه اعلاميا وثقافيا وجماهيريا. طبعا 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 دكتور، نحن فعلا استطاعت دولة الامارات ان تخلق بيئة مناسبة لوسائل الاعلام حتى يقوموا بهذه التغطية الحرة، لكن نحن نتحدث ايضا عن امر ثاني، انه هل تعتبر الانتخابات تحدي اساسي للاعلام حيث تضع حياديته وموضوعيته على المحك؟ فهذه ايضا من الامور الهامة اللي تلفت النظر. لا انا زي ما خبرتك في البداية واعطيتك يعني بعض اللي هي المؤشرات على انه اعلامنا نحن لا تمتلك فئات أو جهات فئوية ممكن توجهه ضد هذا الإيش الناخب أو لصالح هذا أو ضد هذا اللي هو المرشح أو لصالح ذاك المرشح. نعم. فهذه طبعا تعطي إعلامنا ميزة عظيمة جدا لو استثمرها استثمار صحيح بالفعل بيغني التجربة. الحمد لله. ولكن أنت تعرف، أنت إعلامي وعارف أنه تتفاوت المستويات في مؤسسات الإعلام اعتمادا على قدراتها وإمكانياتها وتمويلها و يعني تعرف مهنيتها يعني. نعم. فأنا ملاحظ أنا أنه هذه الأشياء كلها تحتاج إلى دراسة، دراسة نقوم بها نحن الإعلاميين ودراسة أخرى يقوم بها إخواننا اللي هم مسؤولين على التجربة البرلمانية في دولة الإمارات. جميل. ومن التجربة طبيعة الحال، من التجربة أنا أستطيع أنا أن أنا يعني حتى جتني فكرة الآن أنا ليش أنا ما أقوم ببحث يعني الآن، وأرجو أنه أجي التعاون بالفعل من الجهات علشان تمدني بالمعلومات، ولا هذا بحث عظيم هذا يعني. طبعا. لابد أن نقوم فيه ونبادر نحن فيه قبل الآخرين. صحيح صحيح. طبعا شكرا لوجودك معنا دكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات، شكرا لوجودك معنا في حوار المساء. يا مرحبا وحيها. يا هلا ومرحبا. طبعا أعزائي المشاهدين تفضل. إذن فعلا نشكر الدكتور علي الشعيبي المفكر الإعلامي وأيضا الدكتور حسن قايد الصبيحي من الإمارات، أيضا كان حديثنا في حوار المساء عن الإعلام، وقصنا أيضا أن البيئة التنافسية للإعلام في الإمارات ليست فقط هي تحدي بين طيارات أو شيء من هذا القبيل اللي هي غير موجودة في الدولة، ولكن قصد أيضا التنافسية في أن يكون هناك إعلام صادق، إعلام يتحدث بموضوعية، إعلام فعلا يستطيع أن يعمل البحوث حتى يقدم لبيئة دولة الإمارات، مجتمع دولة الإمارات الأفضل فالأفضل. الحمد لله. إن شاء الله مشاهدينا بناخذكم إلى فاصل ولنعود بعد قليل.